السلام عليكم. يعطيكم العافية شباب. تدرون في المدرسة علمونا لعبة الكراسي غلط؟ قولوا لي شلون. أنا لما رحت شفت السالفة، طبعا اللعبة وين يا الله يحفظكم، من اليابان. سلمكم الله. اللعبة اللي احنا نعرفها شنو؟ أربع كراسي والمتسابقين كم يكونون؟ خمسة. موسيقى ويلفون دور مدار الكراسي لين توقف الموسيقى، شو يصير؟ يقعدون. اللي يبقى شو يصير فيه؟ فقير؟ فما الله يتوكل على الله. وايد فان. تدرون اللعبة هنا احنا اخذناها بالعكس، ليش؟ لأن من احنا صغرتنا نعلم الياهل والطفل شلون يذبح روحه على الكرسي، هو وما بعده الطوفان. انا اقعد على الكرسي لو شي يصير في الدنيا. اللعبة تدرون شنو اساسها؟ ما بتتوقعون. اللعبة هي عبارة عن منافسة بين مجموعات في المدارس، وهي نفس الطريقة، موسيقى، اربع كراسي، خمس اطفال. توقف الموسيقى يتنافسون على من يخلي مجال للطفل ما عنده كرسي يقعد يمه، الى ان تصبح كل الطلبة على كرسي واحد، على اساس اذا في واحد ما حصل كرسي كل المجموعة تطلع برا على المنافسة. علموهم روح الفريق الواحد، التيم، مو بلم خادن واذبح روحي على الكرسي. من احنا هالكبير تعلمنا ان الكرسي بس لي انا، لان خليتني مسؤول بخليها قاعد عند ابو. كل الشعب يبي يصير مدير، كل الشعب يبي يصير وزير، كل الشعب يبي يصير مسؤول. انزين على من اللي بيصير موظف؟ على من اللي بيصير عامل؟ كلهم يتذابحون على فوق، على من اللي تحت؟ فاين، حلو الطموح، لكن الطموح هي بمنافسة. انا اتكلم على البعض، انا عياس وانا اقول البعض، وبعدين تاخذون يقول احلى شيء في السوشيال ميديا، مع اللي ما طلع انسرت على الموضوع، احلى شيء في التويتر السوشيال ميديا لما تتكلم عن موضوع يطلع لك واحد يقول لك ابو عبد الله ترى مو الكل. ادري مو الكل، ادري مو الكل، بتجي تطالع لي فيها يعني الحين بالكل. ادري انه مو بالكل، لازم الاشياء البديهيه لازم نقولها البعض وكل انزين. اوكي انافس محمد نزيه على الاخراج ما عندي مشكله، لكن احفر حق محمد نزيه ليش؟ اروح افتن على محمد نزيه ليش؟ اروح اضايقه وانقص عليه، انقص عليه ستاف ولا انقص عليه اجهزه ليش؟ بس لان انا ابي اصير مكان محمد نزيه. انا قاعد اقول على سبيل المثال انزين، عشان ابي اصير محل محمد نزيه. ما وين نروح عند البعض؟ والله العظيم عند البعض. وين نروح انه ياني مسؤول جديد باقف وياه، ياني انا مو بكف اني اوصل هالمكان، انا تخصصي غير. وين ذي عشان البحرين؟ وين ذي؟ مو مليون رسمه انتم مرسمين هذي لهاللون العلم لكذي، هاي تذكرون هذي العلم لهاللون، العلم لهاللون، العلم لهاللون، العلم لهاللون، العلم لهاللون. طبعا كلها عند البعض يعني بس مجرد رسمه، لكن ما يفهمها ولا يعنيها. لازم نكون كذي، كلكم تبصرون وزراء وكل لا، وبعد هاي بعد في شيء جديد، كلكم تبصرون مدراء، كلهم مدراء. ناس يجيها من الجهات في منطقة عطارد، الشارع اللي ورا، وين شارع نشتان اللي في عطارد، الشارع اللي ورا. هني في بعض يعني المؤسسات الصغيرة صغيرة صغيرة تابعة لنبتون، شو ما له علاقة بالبحرين كلش، تابعة لنبتون. هني يقول لك فيها 4000 مسؤول وثلاث مدراء موظف واحد، يقولون ما أدري، يقولون كذي يعني، وما أدري أنا سمعت عن هذه السالفة، سمعت عن قصة الأسد النملة اللي حط عقبه مذي وحط عقبه مذي وذي. قروها، أنا كل شيء لازم أقول لكم قروها، تعبوا على نفسكم، بطلوا كتاب في حياتكم بدل ما تقعدوا تطلعون على التلفزيون. ما ذي حاله وياكم. هاي القهر، هاي القهر، عيني على هالكرسي في الأخير يحطون ذي. مشكلة زين، أنا اللي بتشبني إنه هو زين. بقول لك فيصل، شو يسوون قاعدين جروبكم؟ أنا شلون أدافع لكم بيزات؟ أبيك تشوه لي سمعته، الناس وايد اللي قاهرني الناس وايد تحبه. زين أنت أركد الحين، أركد. شنو أركد؟ هذا الكل يقول هو رجل مواقف، هو الزين. لازم أبي الناس تشوفه تطلع تشبنها، أبي تكرهه. ما عليه، بنشوه سمعته، بنخليه شو أقول لك؟ بنخلي سمعته في الحضيض. زين. بس انتظر أنت الحين. شنو انتظر لمتى؟ أنت متى دافع؟ انا تاوني عند انا ابو انتظر على بالك شو اسمه لوكال فون انتو بالربيه تشتغلون اي بالربيه بعد لازم تدفع زين عند دفع شو بتسوي اللي بتكتب تويت بتسوي انستغرام بتطلبه بتصوره بتسوي اي شيء بنسوي حمله كامله بنسوي هاشتاج زين هاشتاج زين شنو عيوبته قبل هو هو صغير هو صغير عيارته شوكليته شوكليته ولكن هاشتاج شوكليته ولكن اي ولكن زين حلو اي اليوم البحرين لسه 11 في الليل نصها تدري باكر البحرين كلها تدري
زين متى تويتات فيديوهات صور تصاميم كل شيء. زين اسوي لك رتويت اذا هذه لا لا نفسك من الموضوع انت حتى انفولو تسوي لي وحق رابعي كلهم انفولو تسوي مو يصيدون شو اسمه الرابط اللي بيننا انفولو تسوي يعني كني ما اعرفك كانك ما تعرفني ولا اعرفك انا الحين بطلع من هنا انت ما تعرفني ترى زين الحين اي اذا صارت مشكله بعد انت ما تعرفني انا مالي شغل زين اذا الحين انت شوهت سمعته هو اي انا شلون بتحسن سمعتي لان انا ولا حد يشتهيني ولا حد شايف ولا حد يشتهي يشوف اي انا مو ولا حد يشتهي عقب بندش عندنا بعد كم من حساب على صوب هاللون بنحط صورك اي بنحط صورك مالها الا ابو عبد الله مالها الا البطل اي 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 ابو عبد الله عنده صعاب كل في كل شيء ما يشتهوني يا ريال احنا الناس يحبوننا وايد عرفت؟ اذا حطينا لك شيء هلا الناس بعد بتحبك شوي شوي بتسويني وطني بنصورك فيديو بعد شيء وانت قاعد تمشي توزع شيء تسوي الواجبه عند الاشارة عرفت؟ كني ما ادري ايش انك ما تدري عرفت؟ يلا بنطرش بتسوون على هالدافع اللي دفعته بشوف لا تحاتي بس انا هلا اخاف منه بس الله يحفظكم الحين عاد بقول لك عاد اذا سويتوا حمله لا تنزلون يمي اعلان كب كيك ما كب كيف استحوا لا اوكي اوكي يعني انت الحين داش ديب في الموضوع تنزل لي عقال ما ادري من الا قطره ما ادري من لا لا اوكي اوكي بس بعد ترى انها فلوس ادري فلوس بس انا دافع بعد دفع بعد زور ليش ما نتعلم ان احنا نشتغل بروح الفريق الواحد ليش ما نتعلم ان احنا نشتغل بجسد واحد وقلب واحد لان اكيد نيتنا راح تكون مصلحة العامه وهي الاهم مهما فكرت في مصلحتك الشخصية صدقني لو تعفر ما راح توصل لأي شيء الحمد لله رب العالمين بما أن هذه آخر حلقة الحمد لله رب العالمين هذه الروح كانت موجودة في هذا البرنامج المنشن وطبعا بوقت قياسي جدا تم إنتاج هذا البرنامج لولا روح الشباب اللي موجودة في هذا البرنامج لولا صدقهم في العمل لولا ابتعادهم عن الأمور اللي قلتها في الحلقة مو بس ابتعادهم ما يدرون عنها أساساً لولا تساعدهم بينهم وبين بعض في هذا البرنامج أستطيع أن أقول إن شاء الله طبعاً تقبلتوه إن شاء الله يا رب إنكم تقبلتوه إنه دش قلوبكم في هذا البرنامج الشباب لعبوا لعبة الكراسي بس مو بالعربية لعبوا لعبة الكراسي اليابانية الكل شال الثاني في هذا البرنامج طبعا سمحوا لي ما بي اللي اشتغلوا البرنامج وايد ولكن هناك قائد كل في مكانه يعني تحية حق ابو علي فنان الصوت العجيب حياك ابو علي ابو علي كلها شباب انا اصغر واحد فيهم ابو علي طبعا مسك عندنا الصوت طول هالفتره تسلم يا ابو علي تسلم حبيبي شكرا سنك. شكرا سنك حبيبي تسلم حبيبي ابو عبد الله سنك سنك له عافية يا عمري طبعا والشباب الاضاءه الحلوين وعلى راسهم اخونا هاني حياك هاني حياك حياك يوسف حياك لازلت انا اقول اصغر واحد فيهم شباب نتحملون وقت قياسي إضاءة موقفوا شيل حط شيل حط ما حد تأفف رغم ضيق الوقت شكرا حبيبي يعطيكم العافية شكرا طبعا مصورين عندنا وناس فنين كثر اشتغلوا ما نبي نبخس حق أحد لأنه للأسف يتغيره وما كان موجودين لكن قائد هذا اللقاء ويستحق فعلا التحية والتقدير أول شيء فنان صديق قديم أنا أكبر منه جميل ورائع المخرج الجميل محمد نزيه حبيبي محمد يا ريت نقول الأسماء بشكل سريع للي اشتغلوا في التصوير يعني نشكر كل الصف بصراحة زي ما قلت أنت زي ما قلت انه الصف تغير والشباب كلهم موجودين والمصورين تغيروا معظم الزملاء وعلى راسهم الزميل انس جناحي الفنان المبدع
الشاب البحريني المبدع، وبقية كل الزملاء وأخونا بدر محمد والشباب كلها ما قصرت يعني، يسامحونا اللي نسينا أسماهم كلهم يعني، وعلى رأسهم أنت حبيبي عدم مؤاخذة، عدم المؤاخذة لو ممثل بعد شو تسوي اللي بشتغل معك يعني حبيبي حبيبي يا محمد حبيبي. طبعا المشاهدين شاكرين لكم، إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي قدرنا ان احنا نرسم الابتسامة على وجوهكم، مو بس الابتسامة اهم شيء، المعلومات وصلت. وقبل ما اختم نقول لكم عيدكم مبارك ومع السلامة. تعال يا صالح، تعال يا صالح، تحية كبيرة لصالح المتابع الانتاج الرائع اللي اجتهد ويانا طول هالفترة. السلام الله يسلمكم. ليش الباب؟ ليش حط هذه؟ ثلج هني بارد. بارد. طبعاً اليد اليمين فيصل علي. معد البرنامج وهو كيفكم، إذا عندكم شيء قولوا لي. والله أول شيء أنا سعيد جداً إني أخوض هاي التجربة مع زميلي وأخوي الغالي عماد عبد الله، وهذه طبعاً ثاني تجربة من بعد رونج سايد. إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله كنا خفيفين عليكم. مثل ما قلنا احنا ما نبرر، ترى احنا سوينا ذي الشيء بشغل يعني بوقت قياسي جدا جدا جدا، ولولا الشباب. اي والله اي والله الشباب ما قصروا، وكل واحد يعني اشتغل وبذل كل مجهوده عشان هالبرنامج يخلص في وقت قياسي. نقول لهم كم يوم ها؟ ولا ما يحتاج؟ لا لا ما يحتاج. ليه شباب اللي موجودين في منشن فعلا رفع لكم العقال. شكرا شكرا حبيبي. الله يسامحك، بدنا ننزف. يعطيكم العافية وعيدكم مبارك.